أمطار الخير التي شهدتها مدينة سطات ليلة الأربعاء الخميس في كشف المستور وتعرية الواقع بخصوص بعض المشارع المتعلقة بالبنية التحتية والتي تفنن المجلس الإقليمي في الإعلان أنه صاحبها والافتخار بإنجازها. المثال الحي هذه المرة يتجلى في المقطع الطرقي المار من أمام ثانوية القدس التأهيلية الذي استغرقت تهيئته شهور طويلة، اعتبرها المواطنون استهتارا وتماطلا من صاحب المشروع الذي خصصت له ميزانية مهمة. وفي هذا السياق سبق لأشغال هذه الطريق أن أثارت جدلا واسعا بخصوص المعايير والمواد المستعملة وحتى طريقة إنجازها، وذهب البعض إلى نشر صور وفيديوهات يعتبر فيها أن الأمر مجرد ترقيعات بملايين السنتيمات من المنتظر أن تشكل خطرا على حياة المارة ومستعملي هذه الطريق. حقائق تجسدت اليوم بعد تساقط الأمطار، حيث ظهرت تشوهات وحفر متعددة وتشققات على طول المقطع الطرقي في إشارة واضحة لرداءة المواد المستعملة وغياب العمل المهني المتقن، وهو ما بات يشكل فعلا أخطارا جسيمة على حياة أصحاب وسائل النقل التي تمر عبره. وعبر العديد من المواطنين بهذا الخصوص عن استيائهم من الوضعية الكارثية للطريق، خاصة وأن المدة لم تتجاوز الشهرين على إنجازها، مستدلين على ذلك بمجموعة من الصور والمشاهد تم تداولها على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، تؤكد أن تكسية الطريق شابتها مجموعة من الاختلالات والخروقات. وفي ذات السياق من المتوقع أن يحرك موضوع الطريق المذكور ملاحظات وتقييمات بعض المصالح والمؤسسات وخاصة المنتخبة منها، ومن بينها المجلس الجماعي لسطات التي سيجد نفسه مضطرا لرفع تقارير لعامل الإقليم والجهات معنية في إشارة منه إلى ضرورة تخصيص المواطن سطاتي بمشاريع قيمة يستحقها تعود عليه بالنفع لا بالتذمر والاستياء، وتساهم في نفس الوقت في تبذير المال العام. وفي سياق متصل طرحت مجموعة من فعاليات المجتمع المدني علامات استفهام كبرى حول المشروع المنجز من قبل المجلس الإقليمي، مشيرة أنه وإن تم إصلاح الأمر فيما بعد فهذا لا يعني أن الغش وإهدار المال العام لا يرتبطان ارتباطا وثيقا بمراحل تحقيق الأشغال. وفي هذا الإطار دعا المرصد الوطني لتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد وحماية المال العام إلى ضرورة تحلي المنتخبين بالمصداقية واحترام الثقة التي منحت إليهم من أجل خدمة الشأن المحلي، خاصة وأن المواطن أصبح واعيا تمام الوعي للتمييز بين الجهات السياسية والمنتخبة التي تهمها المصلحة العامة والأخرى التي تسعى لتحقيق مصالحها الخاصة. وأشار المرصد أنه سيراسل الجهات ذات الصلة بهذا الخصوص. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.